الشين، واعتقد انه مع حكومه وفوده. اذا سيد سعد، نتابع هذه اللقطات الحيه والمباشره للصوره التذكاريه التي تجمع الان الامير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني وكذلك قاده دول الخليج والوفود الخليجيه المشاركه في القمه الخليجيه الصينيه في الرياض اليوم. اذا هذه لقطات حيه ومباشره تجمع الرئيس الصيني بقاده الدول الخليجيه.